عرضا لأفلام وثائقية بحضور جمع من الفنانين والأدباء والمثقفين، وتحدثت الأفلام التي عرضت تزامنا مع الانتصارات التي تحققها قوات البيشمركة ضد إرهابيي داعش وبمناسبة الانتفاضة الخالدة لشعب كردستان عن التعايش السلمي بين مكونات هذه المدينة منذ الأزل. ونالت هذه العروض إعجاب الحاضرين الذين أشادوا بالتقدم الفني والثقافي في مدن إقليم كردستان. تتواصل النشاطات الفنية والثقافية بمناسبة الانتفاضة الخالدة لشعبنا الكردي وتضامنا مع الانتصارات الكبيرة التي حققتها قوات البيشمركة في ساحات المعارك ضد عصابات داعش الإرهابية، حيث يأتي الفنانون في مقدمة الركب الداعم لهذه القوات من خلال أعمالهم الفنية الهادفة إلى توحيد صفوف الشعب، حيث قدم المخرج الخانقيني الشاب إياد جبار عددا من الأفلام الوثائقية على ضفاف سد الوند في خانقين وبحضور عدد كبير من الفنانين والمثقفين والأدباء. بمناسبة الانتصارات الكبيرة اللي حققتها قوات البيشمركة في قاطع كركوك قلب كردستان، وبمناسبة انتفاضة كردستان المجيدة، اليوم ارتئينا ان نأتي الى مدينة خانقين ونعرض فيلمين وثائقيين دعما لهذه القوات التي نفتخر بها. اليوم هناك فيلمين، الأول يتحدث عن قطع نهر الوند عن مدينة خانقين، والثاني يتحدث عن التعايش السلمي في مدينة خانقين. الأفلام التي قدمت خلال العروض نالت إعجاب الحاضرين، مؤكدين على عمق تاريخ الشعب الكردي وأصالته، مشيدين بالتقدم الفني والثقافي في مدن الإقليم. والله احنا دخلنا كردستان تفاجأت يعني بصراحة للتطور الكبير من النواحي الأمنية، النواحي العمرانية أيضا. نتمنى أن العراق يكون كله في الشكل هذا وناخذ من إقليم كردستان قدوة. الحقيقة هو أيضا يعني استمتعنا بمنطقة خانقين واستمتعنا برقي ناسها ورقي أفكارهم، وكانت تجربة رائعة أن يعني كنا بحاجة إلى أنه نطلع على هذه المدينة الجميلة. صرخة بصمت وجذور لن تموت وغيرها من العروض التي تتحدث عن التعايش السلمي بين مكونات هذه المدينة منذ الأزل لم تكن إلا تأكيدا على وعي وأصالة هذا الشعب العريق. لفضائية كركوك من مدينة خانقين، رغد أحمد.